أهلا بيكم أصدقائي في حلقة جديدة مع مجدي خليل في البداية يعني أحب أهنيكم بانتهاء عام صعب جدا كل سنة وانتم طيبين عيد ميلاد مجيد وسنة سعيدة مليئة بالسلام والأمل في عام أفضل من عام 2020 النهارده هنتكلم عن عام صعب حصاد عام كورونا المروع على العالم هو عام صعب جدا عام رهيب ترك ندوبا غائرا في نفوس كثيرين من العالم الم وفقر وقلق وخوف وامراض نفسيه وموت وبطاله وانهيار اقتصادي حتى ان مجله تايم اعتبرته اسوا عام على الإطلاق أسوأ عام على الإطلاق وفي حين بدأ العالم يتنفس الصعداء بظهور لقاحات مبشرة لكورونا قالت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة أن العالم لا يملك لقاحا ضد الفقر والجوع وعدم المساواة لأن في أثار خطيرة حصلت في كورونا هذا يقودنا إلى الغاز عام كورونا الغاز كورونا الصعب جدا في كورونا حتى الان 80 مليون مصاب حول العالم ولكن التقديرات العالميه بتقول ان ال 80 مليون ان ما بين 10 الى 20 ضعف اللي اصيبوا بالفعل ولكن دول اللي حصل عمليه اختبار ليهم يعني بمعنى اللي اصيبوا بكورونا ما بين 800 مليون الى مليار و600 مليون يعني حاجة ضخمة جدا يعني الموت اللي ماتوا بالفعل من كورونا مليون وسبعمائة ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية اللي تمثلت أكبر كارثة 320 ألف وفيات و18 مليون مصاب كورونا بهذا الشكل هو الوباء الأكبر منذ عام 1918 اللي هو وباء الإنفلونزا الآسيوية اللي هو اجتاح العالم ما بين 1916 و 1918. ده يعني بعد تقريبا مائة سنة نحن العالم يواجه وباء صعبا يواجه وباء ضمن سلسلة من الأوبئة التي اجتاحت البشرية في الألفين سنة الأخيرة زي الطاعون زي الكوليرا زي الجدري زي الإيدز وأخيرا كورونا. الشيء المثير للانتباه إن في عام الولايات المتحدة الأمريكية طبعا الانفلونزا الاسيويه دي خدت سنتين وتقريبا كورونا هتاخد سنتين وفقا لكل التوقعات العالم لن يعود الا في خريف 2021 لوضعه الطبيعي ده اذا عاد للوضع الطبيعي يعني سنتين ايضا لم يسلم كله كورونا سوت الجميع لم يسلم احد حتى رؤساء الدول شفنا امريكا رؤساء امريكا وبريطانيا وفرنسا والبرازيل وكندا وصرب البوسنه والجزائر وولي عهد بريطانيا وامير موناكو كله خد كورونا كله خد كورونا ده يعني رؤساء دول عانوا من هذا المرض ولم يفرق بين فقيرا وغنيا بين رئيسا ومرؤوسا لكن كورونا حمل الغاز وده الشيء الخطير حمل الغاز او اللغز الكبير الصين هي اللغز الكبير معقوله الصين دي اللي هي مليار ونص كل اللي اصيبوا بيها 80 الف قد اللي بيصابوا في نص يوم او ربع او تلت يوم في الولايات المتحدة او قد اللي بيصابوا مثلا في فرنسا في وقت من الاوقات او بريطانيا شيء مش معقول وعده الاف وحياه طبيعيه في الصين اللغز الكبير جدا هو الصين ما 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 فيش اي تفسيرات منطقيه ما فيش اي تفسيرات علميه مش معقول الصين مفتوحه على العالم دلوقتي الصين بتروح البس. واكيد في ناس عندها كورونا بتدخل ما, ما تقدرش تكتشفها يعني في لغز كبير جدا، مهما انعزلوا الصين عن العالم، العالم الصين مفتوحه اقتصاديا على العالم ومفتوحه رحلات وكل شيء ما فيش اي مشكله، ولكن الصين ما فيهاش اصابات. واحنا كنا بنتصور انهم بيخفوا، لا ما بيخفوش، واضح اني فعلا ان الحياه شبه طبيعيه في الصين، وده اللغز الكبير. لو حتى لو اخفوا في البدايه لكن حاليا وفي الشهور الاخيره كلها الصين تمر بحاله طبيعيه. ده ده ال... اللغز الاكبر مش هندخل في نظريات المؤامره ولكن هناك لغز محتاج والصين منع اي انفستيجيشن حقيقي على منشا الفيروس زي نشا الفيروس على الحاله الصينيه الحاله الصينيه هي كده ليه هي كده ليه ده احد الغاز كورونا اللغز الثاني في كورونا انه اوروبا وامريكا الغرب تحديدا هو المستهدف الاكبر، هم الضحايا الاكبر لكورونا، الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي، اوروبا الغربيه، الضحايا ال ال الكبار لكورونا على مستوى العالم هي الغرب تقريبا، ده برضو احد الالغاز اللي محتاجه الى توضيح. اللغز الثالث في كورونا انه يصيب البعض لا يشعر بشيء، لا يشعر بشيء. لي صديقي دكتور في تكساس خد كورونا وما كانش عارف انه عنده كورونا راح يعمل عملية فقالوا له لا اعمل تيست قالوا له لا ده انت بوزيتيف وهو مش شعر اصلا بكورونا مش شعر ما كانش عارف انه عنده كورونا اصلا الا لما اجبر على عمل التيست عشان يدخل بروسيجر فبالتالي كورونا تصيب الناس ولا يشعروا بيها بعض الناس لا يشعر بيها بعض الناس يجي سو so مايلد خفيف قوي حاجات متوسط يصاب تاني ناس تموت تموت وما فيش فرق اعمار متساويه يصيب اثنين زوج وزوجه في نفس البيت بنفس الاعمار تقريبا واحد منهم يموت واحد يعيش زي زي وكانه زي كلام الانجيل اثنتان تطحنان على الراحة تؤخذ الواحده وتترك الاخرى زي زي كان اختطاف في حد ناس بتروح تموت وناس تعيش وفي نفس الظروف وبنفس الحاجه الكونديشن الصحي بنفس السن فيش فيش في الغاز من ضمن الالغاز ان دول فقيره جدا ومخيمات لاجئين اصيبت باقل من دول متقدمه وعندها نظام صحي متقدم زي اوروبا وامريكا. دول فقيره جدا مخيمات لاجئين نسبه الاصابه تكون اقل من الولايات المتحده الامريكيه، طب ده, ده مخيمات اللاجئين عايشين مع بعض بطريقه يعني تقريبا مش بيتنفسوا انفاس بعض، لو واحد المفروض يصيب كل المخيم او يصيب كل الدوله ومع هذا الاصابه اقل بكثير من معدل الاصابات في دول انظمتها الصحيه اعلى مستوى من التقدم فبالتالي كورونا من الغاز كورونا كمان الشيء المبشر والشيء اللغز كمان الشيء المبشر ان ان اسرع فاكسينز في العالم بس مش لاقين علاج لحد الان يعني لقم فاكسينز وبطريقه علميه تحدي العلمي انتج طريقه بالار ان اي بعيدا عن الفاكسينز القديمه اللي زي انتجتها الصين ان فيروس ميت او كده لا ده اشتغلوا على البروتين بتاع يعني طريقه علميه جديده ومتقدمه جدا وبسرعه جدا واسرع لقاح في تاريخ البشريه لقاح كورونا طبعا دي يدي امل ويدي ان العلم بينتصر وان العلم بيحقق انجازات ولكن حتى الان بيتعالجوا بالطريقه الكلاسيكيه بي... تقريبا ما فيش علاج في ارتباك صحي في العالم كله محدش عارف يتعالج ازاي تجريب مفيش اي علاجات لحد الان ولكن في فاكسينز طب العلاج الناس اللي بتروح بمئات الالاف كل يوم بتروح المستشفيات بيدوهم نفس الكلام اللي بداوا بيه من ساعه ما بداوا كورونا كمان لما بدانا كورونا كان الفنتليتورز ويقول لك طلعت انها بتموت الناس اكتر ما بتصحيها يعني ما, ما عدتش اللهفه عليها اجهزه التنفس الصناعي اللي كان فيه عليها معركة دولية ازاي مين ي... والمستشفيات ونقص في اجهزة التنفس السنة طلعت انها مش حاجة اساسية في ال... كانوا بيتكلموا عن كورونا على انه مرض تنفسي بعدين بعد طلع ان هو مرض بيصيب الشرايين ويموت باصابات في الشرايين والشرايين وبالقلب وحاجات زي كده هو طلع انه مرض شرايين ب... و... وال... ومرض دم اكتر من مرض تنفس اشياء كثيرة في هذا الميوتيشنز التحور بتاعه بيتحور هل هو بيتحور عشان بيضعف هل هو بيتحور عشان يدي سلالات أكثر خطورة أمور كثيرة جدا في هذا المرض الخطير الخطير جدا الوباء الخطير جدا الذي أصاب العالم هذه الغاز كورونا وعشرات الألغاز ولن تحل الألغاز ولن تحل الألغاز عن منشأه عن, عن أمور كثيرة في, في الكلام اللي أنا قلته ده كله في ألغاز كثيرة جدا لم تحل ألاف الأبحاث بيقول لك سبعين ألف بيبرز اتعملت على كورونا في 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 سنة الدنيا كلها موارد مليارات سخرتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى علشان يسرعوا في الكشف عن لغز كورونا هذا الغريب أن كورونا في القرن الواحد والعشرين ومع التقدم العلمي الرهيب ومع البشريه والوعي ومع الانترنت ومع هذا ياخد سنتين زي الانفلونزا اللي حصلت سنه 1918 يعني ده لغز كبير هذا فعلا بجداره عام كورونا كورونا ما سابش ساب كل حاجه بقى ما سابش الدنيا كده ساب الاقتصاد يعني في تقرير البنك الدولي هقول يعني بعض أهم ما جاء في هذا التقرير بتاع البنك الدولي تقرير البنك الدولي بيقول ان كورونا هي أكبر كارثة اقتصادية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية من من 70 سنه هو الكارثه الاكبر انكماش حصل انكماش وفقا للبنك الدولي في الاقتصاد العالمي ما بين 5 الى 8% خلي بالكم الاثار الاقتصاديه لكورونا ستستمر لسنوات والاثار الاقتصاديه لكورونا حتى لو البنك الدولي عمل حصر لهذه الاثار فهو حصر مبدئي مؤقت ولكن الحصر المبدئي سيستمر سنوات عشان نعرف الاثار الممتده لكورونا وفقا للبنك الدولي 115 مليون فرد انضموا الى خط الفقر المدقع في سنه 2020 بعد سنوات من مكافحه الفقر هذه السنه انضم 115 مليون بني ادم دخلهم اليومي اقل من 1.9 دولار وفقا للبنك الدولي أن المنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم خمسين في المية منها نص هذه المنشآت على مستوى العالم يواجه صعوبات جامة تصل إلى حد الإفلاس تخيلوا نص بيزنس العالم الصغير والمتوسط بيعاني من مواجهة الإفلاس 132 مليون شخص في العالم انضموا الى الفقر الغذائي ده غير الفقر خط الفقر المدقع الفقر الغذائي ايضا واحد وستة من عشرة مليار تلميذ لم يستطيعوا ان يذهبوا الى المدارس 80% في المية في المية من السياحة في العالم انكمشت 80 يعني يعني تقريباً مطاعم وشركات سياحيه وكله ده افلاس 80% لما ينكمش نشاط مؤسسه الى 80% لما ينكمش نشاط قطاع ضخم مترابط بالاقتصاد كله زي السياحه 80% في سنه معناها كارثه ممتده لسنوات كبيره التحويلات العاملين في الخارج والموضوع ده انخفض بشكل كبير كل هذا الموضوع يؤدي يقول أن كورونا الأثار الاقتصادية لكورونا ممتدة لسنوات لسنوات وليس لسنة واحدة لدرجة أن البنك الدولي بيقول إن سنة 2021 تحولات العاملين في الخارج للدول هتقل 14% 2021 ده غير السنة دي طيب حقوق الإنسان برضو حصل انهيار مريع في حقوق الإنسان العنف الاسري بتقول منظمات حقوق الانسان ومنظمات العنف الاسري بتقولك ان العنف بالنص كده معدلات العنف الاسري الاسري زادت بشكل غير مسبوق في تاريخ الانسانيه غير مسبوق تخيلوا تراجع منظومه الحقوق والحريات كلها باكملها انكماش الديمقراطيات بل ان الناس بتشكك في الديمقراطيات دلوقتي يقول الديمقراطيه عملت ايه وصلت مرحله الناس السذج والمغردين بيشككوا في الديمقراطيه زياده معدلات الانتحار والقتل والاكتئاب والسمنه والامراض النفسيه ده عالم عام صعب جدا على العالم نيجي بقى نفصصه شويه دول كده لان في دول مر... يعني نمر عليها مرور سريع ونقول أول حاجة أمريكا أمريكا وعام صاخب جدا أمريكا عام صاخب جدا في أمريكا كورونا تخيلوا كورونا الإنفلونزا الأسيوية سنة 1918 قتلت 479 ألف واحد في أمريكا أمريكا حتى الآن 320 ألف وبنهاية فبراير أو مارس بيتوقعوا أن يكون في 500 ألف واحد ماتوا يعني الانفلونزا كورونا في سنة 2021 هتقتل من الأمريكان أكتر من اللي قتلته اللي الإنفلونزا الآسيوية سنة 1916 1918 تخيلوا مع كل التقدم العلمي ده إن ضحاياها ستكون أكبر من ضحايا الإنفلونزا الآسيوية فكورونا تركت لغز بالأمس قبل أن 4320 واحد ماتوا بالأمس وانا بسجل هذه الحلقة 4300 في يوم واحد في الولايات المتحدة الامريكية بيقولوا ان الشهرين اللي جايين يناير وفبراير و, و... وديس... كل يوم هيموت أكت... كل يوم هيموت في امريكا اكتر من اللي ماتوا في احداث 11 سبتمبر لكن انت تخيلوا و... و... وفاقت في اليوم الواحد ربع مليون حالة من ال بوزيتيف في امريكا في... في اليوم الواحد في المتوسط 200 الف حالة يومياً شيء 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 غير عادي رغم 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 كل اللي حصل من امريكا طيب طبعا من الاحداث الصاخبه في امريكا محاكمه ترامب محاكمه ترامب ايضا امريكا يعتبر عام 2020 عام صاخب بامتياز عام مرير بامتياز وربما من اكثر دول العالم كان هذا العام صعب عشان كده مجله تايم الامريكيه قالت الاسوأ على الاطلاق ليه؟ لانه بالنسبه لامريكا يعتبر الاسوء على الاطلاق. الاسوء على الاطلاق منذ تاسيسها الولايات المتحده حتى الحرب الاهليه الامريكيه ما كانتش بهذا السوء. عام 2020 هو الاسوء على الاطلاق فعلا لامريكا. محاكمه ترامب الكلام المسيس ده كله الصخب اللي حصل ده الاحتجاجات العنيفه المسيسه على مقتل جورج فلويد. والتخريب الواسع والهمجية والفوضويين اللي كانوا بيخربوا ويسرقوا وينهبوا في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة الأمريكية حرق الغابات في أمريكا هي الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا واحد وستة من عشرة مليون هكتار اتحرقوا في كاليفورنيا الإنتخابات الأمريكية بكل مشاكلها التي لم تنتهي والتي ستستمر سنوات طويله اثار هذه الانتخابات واثار الانقسام الشديد واثار واثار ان في شبهات حول الانتخابات ضرب العمليه الديمقراطيه ضرب مصداقيه امريكا امور كثيره في هذه الانتخابات ستستمر الانقسام الامريكي حدث في 2020 ل... أكثر مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية حتى الحرب الأهلية كانوا العقلاء كانوا متفقين في الحرب الأهلية على مواجهة العنصرية ومواجهة العبودية، لكن الآن منقسم المجتمع الأمريكي حوالين أهداف أمريكا وحوالين مستقبل أمريكا وحوالين هوية أمريكا، هو العام الأسوأ على الإطلاق في تاريخ أمريكا، وختم هذا العام بهجوم إلكتروني على كل المنشآت الأمريكية الرئيسية من روسيا من 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 شهر مارس 2000 يعني في عز ازمه كورونا وامريكا مشغوله بازمه كورونا من مارس 2020 لحد ديسمبر وهجوم واسع على كل المؤسسات الامريكيه الكبيره المهمه بما فيها الاربع اسلحه الكبار في الجيش الامريكي والسي اي والبيت الابيض و و و وكل وكل ما يتعلق بالمؤسسات المهمه في الولايات المتحده الامريكيه حصل هجوم واستمر هذا الهجوم الهاكرز الروس قاعدين بيشوفوا بيانات مؤسسات امريكيه وشركات امريكيه كبيره اكبر 20 شركه امريكيه تم اختراقهم في هذا الموضوع هذه حرب دي حرب ده نوع جديد هو هي دي الحرب المستقبليه هذه هذه حرب اعلان حرب فعلا ان هاكرز يدخلوا على مؤسسات امريكا بما فيها المؤسسات النوويه الامريكيه ويقعدوا شهور كثيرة بهذا الشكل وهذا الهاكرز بتديره المخابرات الروسيه ده حرب مش بتاع يعني ختم العالم بحرب الكترونيه على الولايات المتحده الامريكيه شوفوا 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 الصخب شوفوا الخطوره شوفوا السوق اللي حصل في امريكا في سنه 2020 وانا عملت اكتر من حلقه في مع مجدي خليل ارجعوا له عن امريكا في 2020 الصين الصين ايضا دوله خطيره في 2020 بتصدر الموت والاستبداد الصين بتصدر ان النموذج الشيوعي بتاعها هو بديل للنموذج الليبرالي الغربي الرأسمالي نموذج للديمقراطية والحريات تخيلوا هذا في... تخيلوا هذا وصل هذا التبجح انهم يتصوروا ان الاستبداد نموذج يصدر وان الاستبداد افضل من الحريه والكرامه الانسانيه والديمقراطيه وان الاستبداد اهم من مواثيق حقوق الانسان والاعلان العالمي لحقوق الانسان بالاضافه الى تصدير الموت واللغز الضخم جدا اللي حصل من كمان آه ان الصين يعني صدرت الموت صدرت بتتصدر نموذج الاستبداد تتحدى القياده الامريكيه فالصين ايضا برزت كدوله خطيره جدا في عام 2020 انا هدخل من الحاجات الاهم يعني اللي شايفها انا نماذج خطيره في 2020 حتى لو كانت دول صغيره حتى لو دول كبيره لكن يهمني النموذج نفسه يعني مثلا يهمني نموذج لبنان لبنان حصل له انهيار تام سنة 2020 هي الاسوا في تاريخ لبنان على الاطلاق اسوا من الحرب الاهليه اسوا من كل شيء لبنان يعني اقدر اقول انتهت لبنان ارهاب ارهاب رهيب فساد فقر فلتان أمني نفور المجتمع الدولي والعربي من لبنان وفوق ذلك لبنان محاصر بالكورونا في وسط تردي شديد للمؤسسات الصحية في لبنان كل ده وأضيف لبنان كارثة كبيرة دمر أثرت على نص نص بيروت المكان الرئيسي العاصمة الرئيسية لما اللي هو تفجير ميناء تفجير ميناء بيروت المؤرخين بيقولوا ان هو اكبر تفجير غير نووي في التاريخ تخيلوا اكبر تفجير غير نووي في التاريخ هو انفجار بيروت فلبنان يعني الامل في ان تستعيد لبنان اي شيء صعب لبنان تقريبا انهارت هي دوله انهارت هي دوله كانت فاشله بحكم الطائفيه والفساد والميليشياويه والحاجات دي كانت دوله فاشله طول الوقت دوله فاشله ولكن لبنان انحدرت من من دوله فاشله الى دوله منهاره حاليا الطريقه الاخطر كانت فاشله بس كانت بتتعايش مع الفشل ان هم التوافق الهش التوافق الطائفي الهش الان انتقلت من دوله فاشله الى دوله منهاره لبنان دوله منهاره بالفعل من الحاجات البارزه في في عام 2020 تركيا واردوغان وصناعة المشاكل من اذربيجان الى ليبيا الى شرق المتوسط الى فرنسا الى 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 الى, إلى, إلى, إلى رعاية الارهاب يعني اردوغان تصدر هو ودولته صناعة المشاكل ولكن في اخر عام 2020 بدا هناك بصيصا من الامل تصد له في ليبيا وقفت فرنسا له وقفت مصر ضده في ليبيا آآ آآ الاتحاد الأوروبي بدأ ينتبه إلى خطورة أردوغان وخطورة تركيا تحت أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عليه عقوبات مؤخرا وستتصاعد وأنا أعتقد عام 2021 سيكون عام مواجهة تركيا من الحاجات اللي هتحصل في 2021 واجهة تركيا وتصعيد العقوبات على تركيا لان تركيا تعدت كل الخطوط الحمراء واردوغان تعدى كل الخطوط الحمراء صانع مشاكل بإن... بامتياز هو اردوغان من الحاجات المهمه جدا في فرنسا وماكرون والصحوه المتاخره حصلت صحوه في فرنسا ضد التطرف الاسلامي ولكنها صحوه متاخره اتمنى أن تستمر وأتمنى أن تتماسك وأن أن تقف فرنسا بقوة في وتستمر في هذا الخط لمواجهة إنهيار الدولة لأن دول دولة داخل الدولة بتفرض على الدولة تريد ليس فقط أنها تخرج من قيم الدولة الفرنسية ولكنها تفرض قيمها على الدولة الفرنسية. فرنسا في 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 منعطف خطير في نقطة تحول خطيرة لكن ماكرون كان يعتبر يستحق رجل اوروبا بامتياز، رجل اوروبا بامتياز في عام 2020، مواجهه اردوغان في ليبيا في شرق المتوسط، ثم وقوفه ضد استعاده في موضوع اذربيجان، يعني ماكرون كان رجل اوروبا في عام 2020، فرنسا هي الحدث الاوروبي، الصحوه الفرنسيه المتاخره تعتبر شيء هام جدا لاوروبا كلها. ايران طبعا بين ترامب وبايدن ب... ايران ضربت ضربات ساحقه في سنه 2020 من سلماني الى العالم النووي الى الى تقليص و... و تقليص دورها وامتداداتها في المنطقه الى تحجيم الدور المخرب الايراني ولكن لديهم الامل في موضوع بايدن وده موضوع تاني اتكلمنا عليه قبل كده ف لكن انا في تقديري ان ايران تواجه موقفا صعبا وحتى بايدن لن يستطيع ان ينقذها من المشكله مش بس النووي المشكله الصواريخ البلاستيه اللي بتهدد بها المنطقه كلها وده هو ده اصلا احد اسباب الغاء ترامب لموضوع الاتفاق النووي لان تاخد فلوس وتنتج صواريخ بلاستية تهدد المنطقة وتبعت ربع مليون للبنان يعني حاجة صعبة اعتقد ان السعودية والامارات هناك استمرار للتغييرات الايجابية في السعودية والامارات واستمرار لدور يكبر لدولة الامارات تحديدا يعني السلام مع اسرائيل ده احد النقاط الايجابية اللي حصلت في سنة 2020 ودي ان من من ثقافه الكراهيه الى ثقافه التعاون من ثقافه الكراهيه الى ثقافه التعاون وده هيستمر ايضا في 2021 وسيتمدد في 2021 العراق الهبوط للهويه العراق تخيلوا ان العراق حاليا بيبحثوا عن يرجعوا الملك اللي خرب العراق انه يرجع رئيس وزراء تاني لان انهار دوله برضو شبه انهارت العراق دي هنا يعني العراق دي دولة فاشلة وفي طريقها للانهيار ايضا. ومن اسوء الاعوام على العراق هو عام 2020. سوريا الاعتياد على الفوضى، سوريا مستمر في الاعتياد على الفوضى في 2020 هو امتداد لفوضى اديلها فترة طويلة وللاسد للاسد اخر السنة في خطاب سيء بي بيقول ان السريانيه بتهدد العروبه والاسلام في يعني عاوز يتحالف مع الاسلاميين المطرفين ضد الاقليه المسيحيه اللي سندته طول الوقت بلا شروط سندوه بلا شروط يعني نكته 2020 ان السريانيه بتهدد العروبه والاسلام في سوريا يعني ده راجل يعني بيهدد تقريبا الاقليه المسيحيه نرجع بعيدا عن الشرق الاوسط ندخل لمصر مصر 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 قبل ما نسيب الموضوع ده نشوف مصر مصر في الشركه في في سنه 2020 انا انا بعتبر ان الاداء المصري في سنه 2020 <applause> في ظل كورونا افضل بكتير بكتير من من توقعاتنا. الحاجه الرئيسيه في مصر اللي متاخد عليها العالم واللي بدا يحصل ريكوجنيشن يعني ادراك العالم لخطوره انتهاك حقوق الانسان في مصر. دي الحاجه الرئيسيه، الملف الرئيسي اللي هي سيواجه به السيسي في 2021، لان ب ب باستثناء كده فان المؤشرات الاخرى معقوله وفقا ل لكارثه عالميه زي كورونا فان المؤشرات الاخرى في مصر معقوله في سنه 2020 باستثناء انهيار لمنظومه حقوق الانسان وللاعلام، يعني مثلا لو شفنا آه لو شفنا آه آه سنه الصحافه الصحفيين مثلا في مصر، آه في, في العالم سنه الف... في سنه 2020 اتحبس 274 صحفي في العالم. مصر تصدرت ثالث دوله في العالم، الصين 47 صحفي بس الصين ده مليار ونص. آه تركيا 37 صحفي اتحبسوا مصر 27 السعودية 24 إيران 15 يعني أسوأ خمس دول الصين وتركيا ومصر والسعودية وإيران في حبس الصحفيين كمان يعني اختتم السيسي بجملة كارثية تعتبر أكثر جملة كارثية قيلت في 2020 أن القيم الإسلامية أو القيم الدينية أو القيم الإسلامية هي أعلى من القيم الإنسانية وأعلى من كل شيء ده نتاج زواج الأسلمة والعسكرة في مصر تنتج هذه الجملة الكارثية اللي أنا بعتبرها أكثر جملة كارثية قيلت في سنة 2020 وأخطر من كورونا لأن كورونا هتنتهي بعد سنة ولا اتنين لكن دي بتأصل لدولة دينية متطرفة فيها زواج بين العسكرة والأسلامة إن القيم الإسلامية أعلى من القيم الإنسانية وأعلى من كل شيء لكن في دولتين أخرتين أيضا آه لازم نسلط عليهم الضوء قبل ان آه ننهي آه آه حصاد المر لعام 2020 اثيوبيا اثيوبيا ايضا مستهدفه مستهدفه بالتطرف الاسلامي ومستهدفه بالتقسيم اللي بيحصل في اثيوبيا حصلت اخطاء من بتوع تجراي بس حصلت اخطاء اكتر من ابي احمد وفي الاخر خالص عاوزين يحولوا اثيوبيا الى نيجيريا اخرى، يحكمها مسلم زي محمد بخاري اعتمد على التطرف وعلى الارهاب لكي يصل الى حكم نيجيريا، هم ايضا يريدون ضرب نيجيريا، قامت حروب اهليه في نيجيريا لان ابي احمد بين نفسه واحد اسمه محمد جوهر، يعني في الاخر خالص عاوزين مسلم يحكم اثيوبيا، هذا هو الهدف على خطى نيجيريا. و... و... ومجموعة الأزمات الدولية بتقول إن لو حصلت إن تقسمت أثيوبيا هتكون أكبر إنهيار لدولة في العصر الحديث، أثيوبيا دولة قديمة جداً ودولة أكبر دولة مقر الاتحاد الأفريقي ودولة مركزية في أفريقيا هي ونيجيريا وجنوب أفريقيا، وبالتالي ما يحدث في أثيوبيا مقلق جداً جداً جداً. كمان إن اللي حصل في أرمينيا هو امتداد لثقافة الكراهية والإبادة، لأن اللي قومت الحرب في أرمينيا ودارتها كلها هي تركيا، وإحنا عملنا حرقة حلقة وعن تركيا وتفجير الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، ارجعوا لها تعرفوا، هي حرب حرب تركيا. هي امتداد لثقافة الكراهية والإبادة التي قامت بها تركيا في 1916 تجاه الأرمن، روسيا في الف روسيا كمان في 2020 استمرت في القرصنة اللي عمل السلبي يعني تخيلوا الصين تدخل تعمل هاكرز عشان تسرق الصين تسرق تسرق ايه تسرق براءات اختراع تسرق تكنولوجيا متقدمة اما روسيا العقل الشيوعي المخرب يدخل يخرب بس يعمل الهاكرز بتوعه يدخلوا يخربوا هذا الفرق بين ان الصين عقل لصوصي يعني الصين بتفكر الهاكرز بتاعها لصوصية العقل وتخريب العقل الشيوعي الروسي حتى آخر لحظة هي التي أشنت حربا إلكترونية على الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام انتهى ولم ينتهي حتى حرائق الغابات كانت الأسوأ في في التاريخ استراليا بتقول ان الاسوا في تاريخ استراليا الحرائق الغابات اللي حصلت كاليفورنيا هي الاسوا في تاريخ كاليفورنيا حقق لها الامازون في البرازيل يعني بمعنى ان وضعت عبئا ثقيلا على البيئه وعلى ازمه المناخ التي صنعها الانسان ب انتهك الطبيعه فبالتالي هذه الحرائق هي الاسوا تبقى اخر نقطه قبل ان نختم شخصيه العام لان هذه النقطه انا شايفها نقطه اخلاقيه مجله تايم اختارت بايدن ونائبته كشخصيه العامه هذا هو جزء من الانحدار السياسي والانهيار الاخلاقي الذي حدث في الصحافه الامريكيه فيما يتعلق بالمعادله الحزبيه الداخليه ما لم يعد للاعلام الامريكي فيما يتعلق بالحزبيه داخل امريكا تحديدا لم يعد له مصداقيه على الاطلاق اصبح بروباغندا الحزبية اغلبيه المصوتين لمجله تايم اختاروا اللي هم الميديكال ووركرز اللي مات منهم آلاف آلاف حول العالم من الأطباء والممرضين والمسعفين وكل دول مات آلاف من كورونا وهم واجهوا واجهوا هذا هذا الوباء ببطولة وبتضحيات جسيمه في كل مكان في العالم العالم كله نظر إليهم على أنهم هم أبطال المشهد فتيجي مجلة تايم تختار بايدن بايدن عمل ايه؟ ده سياسي باهت <applause> طول حياته سياسي بات عمل ايه بايدن تختار بايدن والنائبه بتاعته هم شخصيه العام وترفض بناء على تصويت الجمهور ان تختار الميديكال ووركرز الفرونت لاين ووركرز انهم يكونوا شخصيه العام هذا انحدار في في الحقيقه ان شخصيه العام فعلا اللي هم العاملين في المجال الطبي الذين ضحوا تضحيات جسيمه من اجل أن البشريه العاملين في ابحاث من اجل الفاكسينز العاملين كل دول هم دول هم دول اللي يستحقوا انهم يكونوا شخصيه العام يستحقوا انهم يكرموا بس مش بس شخصيه العام على على غلاف مجله يستحقوا ان يكرموا في كل مكان في العالم يستحق اطفالهم واسرهم ان تحصل على تعويض مناسب تستحق اسرهم ان تحصل على دخل سنوي مناسب لهذه التضحيه بالنفس في مواجهه هذا المرض اللعين وبالتالي نختم ونقول كل الشكر كل الشكر موجه للاطباء والعاملين والممرضين والمسعفين والباحثين من اجل الفاكسين اللي اشتغلوا كله، كل من ساهم في مقاومه مرض كورونا يستحق الشكر ويستحق ان يكون ليس فقط شخصيه العام ولكن ان يكرم ويكرم بطريقه ملموسه في كل مكان في العالم. هذه هي مش عاوز اطول عليكم اكثر من كده هذه ابرز ملامح عام صعب جدا وقاسي جدا على البشريه، نتمنى ان يكون عام 2021 افضل، نتمنى ان ترجع الحياه الى طبيعتها، نتمنى ان يعود التلاميذ الى مدارسهم، نتمنى ان يقل حده الاكتئاب والعنف الاسري والقلق والخوف، نتمنى ان يرجع الاقتصاد ينتعش مره اخرى وتنتعش الوظائف مره اخرى، نتمنى في عام 2021 ان ينقمش الف ينكمش الفقر وينكمش المرض وتعود البشريه الى مسارها الطبيعي شكرا جزيلا كل سنه وانتم طيبين نلقاكم في حلقه اخرى مع مجد خليل شكرا